مع كل شروق شمس وغياب قمر، مع كلمة لا لليأس ويحيى الأمل، يسرنا أن نقدم برنامجا إذاعيا لهذا اليوم، ونأمل أن يكون برنامجا هادفا ومفيدا إن شاء الله. حدث في مثل هذا اليوم 1988 الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب. والآن مع فقرة التعرف على معلومة جديدة ومعرفة ما حولك، وتكون مع تلميذي هادي كرفال. هل تعلم أن نجيب محفوظ ألف العديد من الروايات والكتب الأدبية باللغة العربية، والتي ساهمت في إثراء المعرفة والثقافة العربية؟ والآن مع طقسنا اليوم سيقدمه لنا التلميذ أيهم الطاهر. غيوم متفرقة في أغلب مناطق البلاد، درجة الحرارة تكون بين 24 و 26 في الشمال وتصل إلى 29 في الجنوب. والآن مع حكمة اليوم تقدمها لنا شهد عيش. الطفل الذي اقتصر تعليمه على المدرسة هو طفل لم يتعلم. وقد حان الآن موعد الرحيل، فلكم منا كل الشكر والتقدير على حسن الاستماع، متمنين لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.